معكن، الله معكن، صباح الخير، يا هلا بكم. يأبى دار أن يودعنا إلا بثلجاته الكبار كبار كبار. ما بعرف، ما كنت طايقة ثلجاته نظرا للأوضاع السيئة اللي عم نعيشها بهالبقعة اللي ما عم نستمتع فيها بشي من العالم، البقعة للأسف البائسة. بس اليوم شكل هالتلجات حلوين، ما بعرف إذا لأنه عم بيودعونا والإشياء تبقى هي وعم بتودعنا حلوة، لأنك بتعرق تبقى حاسسة إنها فيلة يعني، فبتقوم تصير تحبها لوهلة ما لسبب ما، إنه يلا هيك هيك فيلة خلينا نستمتع فيها، نشوف الجانب الأبيض منه. شنو إسي تومب لانج بشكل كتير كبير، لمست الساحل وعلو منخفض. الله يعين كل الناس اللي ما قدرت وما عم تقدر تتحمل البرد ولا تتحمل التكلفة العالية جدا للتدفئة، ولا الناس اللي ناموا كل شتويتهم في العراء وفي الخيام وبأسقف منا مؤهلة يعني إنها تحمي عيلة أولاد بوطن كله على بعضه غير مؤهل للسكن فيه والعيش فيه، بده إعادة تأهيل كله على كل المستويات وإعادة ترميم كله، البيوت، طرقات، كل شيء، أخلاق، طاقم السياسي، هيك يعني بده ورشة. تتخيلوا معي هالمشهد، عالم عم تشتغل، كل واحد عشية، عمال، ناس عم بينطفوا البحر، بحرنا الجميل، ناس عم بيزفتوا الطرقات، ناس عم بيزبطوا الأنفاق، ناس عم بيعملوا نقل مترو، مكبات الزبالة بطريقة حضرية يعني، مش مكب بقى، عمار، وجوه جديدة عن جد ترجع تاخد هالبلد تصنع منه عن جد بلد، ويصير عن جد مثل ما هلأ الأبيض من شباك غرفتي، عريت هونيك حدا يصور من شباك غرفته نافذتي، مثل ما هلأ الأبيض قادر يخبي كل الأشياء اللي ما عبالنا نشوفها يعني، وعاطي منظر حلو وجميل. نحن ما بدنا نخبي، نحن بدنا نصلح ونستمتع صيفا شتاءا بالمنظر بكليته الجمالية. شو حلو، شو هالحلم. انتبهوا، ما بده شيء، يعني مثل واحد بيكون بيته بده إعادة تأهيل يعني، إله زمان البيت قديم، عقد مثلا، هاو البيوت العقد أو شيء، بس صارت حنفياته قديمة، أبوابه، كل هاو الأشياء، بلاطه، بيجيب حدا يعني بيشتغل على ترميمه، بقول له ليك أنا ما بدي غير أعمله بلا يعني أعمله بيت تاني، أنا بدي حافظ على هيدا الجو تبع البيت، أنا بدي رمم، ما بدي هبطه ورجع عمر محله بيت جديد، هيدا البيت فيه ذكرياتي وفيه أول حب وفيه أول ولد
فيه كل شيء وأول خيبة بخليه إيه؟ بس بدي أعمله قابل للحياة، ما يضلوا هيك كل شوي توقف الحنفية، كل شوي يعني ينتزع شي فيه. هيك البلد ما بده شي. نحن أوقات وأنا منكم يعني معكم بتوهم، صير نقول بده سنين وبده بده بده، نكون ضربنا اليأس. بس أنه هو ما بده شي، بده بس هالكم واحد اللي عم بشده فيه لورا، كل ما تجمع لك قرشين لتعمل له إعادة تأهيل بيسرقون وبيتركوه هيك على حاله، بدل ما يزفتوا طريق بيرقعوا جورة، بدل ما يغيروا أساسات من جوا لما عاد تنتزع من أساساتها، بيقول له ليك رقع لي إياها بالتي هي أحسن لترجع تنتزع بعد شوي. إيه هاو هالمنطق؟ إذا يعني نتخلص منهم هالذهنية هالتفكير هالجهل وبينعمله ترميم، قدي بيطلع حلو مثل هالصور اللي رح تنزل اليوم على كل، أو بلشت تنزل من امبارح على السوشيال ميديا، اللي قد ما كنا مخنقين نحن ولبنان كل يوم، بتجي لحظة هيك بيرجع هيدا الحب نحن وياه الغرام، نصير ننزل هالصور وانت أحلى بلد بالعالم، وانت وانت وانت. يعني ما مات شي جواتنا، نقص شي أكيد، ومنزعل ومنتخانق وهيك، بس ليكو شو حلو. خي هل أخذتكن عشي عمطرح حلو ولا أنا كمان رحت 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 رحت؟ والأشياء اللي بتقدر بسهولة تتخيلها بتقدر تحصل وبسهولة، لا بس ببعض الخيال أحيانا والحلم، الحلم اللي بخليك على قيد الحياة. اخترع لك حلما تعيش كرماله، لو قالوا عنك كل اللي حولك مجنون، كل اللي نجحوا بتحقيق أحلامهم هيك صار فيهم وبيخبروا هالشي. صلي يا ريما بصوتك صلي، خلينا ندعي سوا على الطول، وتصفى اليوم أيضا نواجه أقدار ربما لا نعرف عنا شيئا، لكن يقال أنه بالصلاة العميقة العميقة كتير، بالإيمان الشديد كتير، بالتواصل معك بنفس عذبة بسلام كتير من الإصرار، تقدر هالصلوات بتدخل منك بحياتنا وبحياة هالكون كله تتغير حتى أقدارنا، إن آمنا كمان بقدر حبة خردل. نادرا منوقف قدامك يكون عنا هيدا الإيمان الكبير لنقلك غير أقدارنا، لي من آمن إنها مكتوبة وهي دروب نمشيها عجبتنا أو ما عجبتنا، وما في إمكانية أبدا لأنها تتغير. قد بده يكون إيماننا كبير وثقتنا فيك كبيرة لنوقف شي مرة ونقلك إذا أمكن تغيرها، إذا نقلك أكتر من هيك، أنت يا رب
قادر تغيرها. أنت يا رب عارفين أنك قادر تغيرها، واسقين أنك قادر تغيرها، شايفين وحاسين أنك قادر تغيرها. الدليل كمان شايفينه، يا ما ناس قدامنا الأطباء وقفوا عاجزين قدام أنهم يفهموا كيف انشفت من أمراض، يا ما ناس تغيرت أحوالها وحياتها بلحظة، يا ما ناس بكاءها الشديد حزنها الشديد خرق قلب الرب واستجابت السماوات لأدعيتها الصادقة. ودايما يحكى عن المظلومين بهالدنيا والمقهورين كيف صلواتهم وأدعيتهم تخترق كل شيء، ولا شك إنها بتوصل أسرع من غيرها، لأنك مش بس قوي، لأنك رحوم، لأنك مش بس عادل رب عادل، لأنه نحن ما بنعرف شيء عن كرمك. حتى نحن بأكثر الأوقات إيمانا تشبتا فيك بنضلنا مفتكرين أنه بتعطي شوي، يعني بركي ما بنسترجع، بركي قلة إيمان، بركي ما بنحب أنه نوعد حالنا بأشياء بركي ما صارت، بس هذا كله بصب بخانة إيماننا عقدنا. في ناس بتروح أكبر بالإيمان، أكبر أكبر أكبر، ويأتيها بحسب النوية وكمان بحسب الإيمان بأوقات هي ما بتعرفها ويمكن مش ناطرتها، بس بتكون فاتحة هالقلب يعني للاستقبال، مش مسكرته بالحزن والأحباط والنكران. خلينا نعمل اليوم كلنا هالخطوة باتجاهك. أولا أقول لك شكرا على كل شيء، يا مبدل الأحوال أنت على غفلة منا وبلحظة، واللي بعد قادر تصنع الكثير من العجائب للناس الناطرين بحرقة مهما بلغ حجم إيمانهم، صغير كبير متوسط بارد حار، أنت بتعرف لمين وأمتين. ياريت تجعلنا ضمنهم هؤلاء لليوم عم تبعتلهم من السماوات الكثير من النعم عبيوتهم عقلوبهم عحياتهم، ليفرحوا لينجحوا ليحلموا ليعيشوا بأمان براحة بال بسلام وين ما كان، من حولهم ومن جواتهم. منسلمك كل شي تباركو، منطلب مثل العادة تكون رفيق هالدرب، وإذا نسينا تذكرنا كل لحظة بصير معنا شي حلو شو ما كان، نشاركك فرحتنا مثل ما دايما منشاركك أحزاننا وحبطاتنا. أمين. صلي يا ريما بصوتك صلي، خلينا ندعي سوا على طول، وتصفى القلوب وتفتح لدروب كل الحزن والهم يزول. صلي يا ريما بصوتك.
يلا. أنا ما بعرف منين بدي أجيب لكم الطاقة. طاقة دغري بيخطر على بالي وزير الطاقة. بلي زيحة جنب زيحة جنب لنبلش نهارنا على رواق. بعدين منشوف جهودك المضنية إلى أين رح توصلنا. اللي قاعدة أنا عم بعمل ما بعرف إذا حدا عندكم أي إذا حدا منكم عنده أي اقتراحات. دغري تذكرت يعني من بعد ما بعرف كم عشرات السنين دغري تذكرت طفولتي. الحمد لله يعني منظومة وطقم مرشح عن جديد يحكي منه ذاته. ذكرني بطفولتي كأن شيئا لم يكن، كأن عمرا لم يمر، كأن نكبة لم تحصل، كأن ولا شي صار. ايه عم برجع فتش على حدا يجي يركب لي بطاريات. ايه نضال شو بسموهم بطاريات مع UPS اقدر ضوي كم لمبة وتلفزيون للأيام تحضيرا للأيام العاطلة الجاي. وبالفريش طبعا ما بتزبط يعني أنا لأني يعني ما بتزبط معي حياتي تكون مبرمجة على حياة الموتور لأنه ما بتزبط. يعني هلأ أكيد بدنا نزبطها يعني كل العالم زبطينا، بس في أوقات العلاقة بالشغل مثل البرنامج تماما ببروجي سحب الموتور مقطوعة من 8 للعشرة مثلا يعني إنه كيف بدنا نقنعه إنه نزبط شغلنا يعني على وقته. مثل ما كتير ناس بروح لعندهم أشغال، عندهم انستيتيو، عندهم حكيم سنين، عندهم كل شيء، بيعطوكم معيد. فيك تعطيني مثلا أربعة بقلك لا أربعة بيكون قطع الموتور، بقلك فيني كذا. فيك تعطيني سبعة لا سبعة بكون سكرنا لأن ستة بيوقف خلص. هيك شيء. تخيل أنت بالحياة عم تنظم حياتك كلها شغلك كله على زلمة. الله يعني شو بعرفني إذا منقول أنه الله يخلي لنا إياه يعني أو شيء. بعت لك ورقة على الواتساب يقول لك أنه هالوقت وهالوقت وهالوقت. كنت ناوية أنه لبعد التسعة على القليلة لبلش أحكي بهيك مواضيع، لا شوي هيك نسمع موسيقى حلوة، نحكي كلمات حلوة، نتسير أنا وأنتو. حتى هيدي سرقوا لنا اياها، حتى هيدي لانه هيك بدايات النهار اللذيذه سرقوا لنا اياها. حدث اللي تفيروا اتعذبوا اشقى، هاي هي وما زلنا عند قولنا. انا ايام زمان كنت بتغدى على السريع على الساعه 1 وبكمل شغل للأربعة بطاقة قوية. هلأ بيطفي الموتور من الوحدة للأربعة. ايه كأنه بيطفيك معه انه خلص هو بيقرر لك مصيرك، شغلك، مودك، مزاجك، حياتك، طبخة، كل شيء. يعني شو هالتدخل الفظيع بخصوصياتك؟ يعني ما سايرة. يا ريت تكون هالمرحلة هيك هالقد مشجعة، يكون عم بيخلق جديد. هو هيك مفروض يعني بتسلسل الأحداث ناس بتنهب، بتسرق، بتقتل، بتمارس أبشع جرائم العصر بحق شعبها. بيطلعوا الناس بيعلنوا كلهم يعني كلهم بيعملوا ثورة. هلأ
ضاينت ما ضاينت، نجحت ما نجحت، ركبوا عليها ما ركبوا عليها، غير شيء غير موضوع، بس انه عملت يعني بتسلسل تاريخ مفروض يكون هلأ نحنا باللي عم يخلق جديد. هيك مفروض يعني، انه مش معقول التاريخ بيرجع لورا. ايه هون انه عم بيشتغلوا بايديهم وبإجريهم انه لا لا ما صار شيء بيرجع لورا. جماعة عريض زياد الرحباني بفتكر قايلها شي مطرح لأنها علقانة براسي، جماعة بيشتغلوا ضد حركة التاريخ. يعني أنت ماشي لقدام، في واحد يعني ماشي عكسك تماما، مش بس بيشد فيك لورا، كمان ماشي عكسك، بس أنه بده يقنعك أنه هو عم بيتطور، انه هو مقدم لقدام. يا اخي ماشي بالقلب مسيو، وينك بالقلب هاي؟ ابدا ما تتعب وتشقى تقنعه انه بالقلب رح يطلع. سؤال كتير كتير ما ورائي مجور، بس الى متى؟ الى متى؟ انا شو انا الى متى؟ هذا بس بيرانا اساسا ما لازم يكون في موتور. اه والله مرتك برا تيما بعتت لي هديك المرة، رحنا أنا ورفيقتي على مطعم صغير إيطالي بلبنان، بعد شوي ولع شموع، كان بعدها بعد الظهر. قلت له ليه؟ قال لي هلأ بتروح الكهرباء. واو سو رومانتك. We are live via Social Rad 96.7, 97.1 FM, www.socialrad.com.lb. Social Rad mobile apps available for iOS and Android. صباح الخير، يا هلا بكم. غير صباح ال شو اسمه البطارية واليو بي اسات والمليارات الدافعين عم شريع الكهرباء وبواخر الكهرباء وحلم الكهرباء، وهلأ عم نبش على بطارية حتى لنضوي فيها الضوء لما نفوت ببعضنا. يعني وصلني هالكمان المسج من جيزيل. بونجور جيزيل، بدي قلي كريما صلاة مقبولة قبل ما يقطع الموتور. ما بعرف إذا بعدك معنا، يمكن فلت هيتو قطع وبيبطل عندي انترنت وبيبطل عندها كهرباء اكيد، بس رح ضل اسمعك على راديو البطاريات. رح نرجع المجد لراديو البطاريات هون. هلا بيعملون شي صفقة ايه، راديو بطاريات هيك لذيذ جميل. هين البطاريات اسعارهم نضال فوق فوق. انه الراديو هيدا ما غيره، اذا راديو مش انه شي صغار، بده كبار. دخل المشهد من حريصة هلا، فقوا دعوات من حريصة هيك تمتد على كل لبنان. بونجور وديع، وديع عايش بقطر، قال لي بدي خبرك شي، جاب زوجته زيارة لعنده على قطر، بس وصلت سألتها شو حاسة. قالت لي العالم عايش رواء وما عم بسمع عن الأسعار والدولار والزيت، وانبهرت بالكهرباء ما بتنقطع وصاروا بديهيات العيش، بحسها أشياء لوكس كرمال الرب. خلينا ننتخب صح هالمرة. لا لما تقول ننتخب صح، روق روق، هاي مش سلوغان، انه ننتخب منيح هالمرة. اوكي. ولا وديع يا صديقي معك حق، امبارح بالذات كنت عم بحكي انا وبعض الاشخاص، عندي سؤال كبير بهالموضوع، هل يا ترى الناس رح يفاجئونا هالمرة؟ اوكي خلينا ناخد الاشياء هيك عبساطتها. يعني نحن منضلنا نقول انه العالم
مبنجة مخدرة وكل هالجلد الزيت انه ما بدهم يعملوا ثورة واحبطتهم الثورة. وفي ناس صدقوا كل الخبريات اللي في منها اكيد جزء اوكي مزبوط، بعض الاحزاب ركبوا على الثورة نزعوها لانه يعني ما في حزب واحد يركب، كل الاحزاب ركبوا على الثورة كل واحد حسب منطقته يعني اخذوها لعندهم. في يعني ضمن بعض السفرات اكيد ما حدا عم بينفي هالشي، بس طبعا لما بتنزل هلا باوكرانيا كمان روسيا عم تحكي عنهم انه جماعه سفرات، سو لما بتنزل ناس على الشارع ما بقى فيك تضبطها مين بينزل ضد مين، مين بينزل بيشوه، مين بينزل بكسر، مين بينزل بيسب اشياء منا هي من ضمن اولويات الثوره او ناس او حركات او خبيط او لبيط او قواص. وطبعا هيدي بشهادة وزارة الداخلية، نحنا مننزل عالم يفركشوها ونحنا مننزل عالم بينزلوا بينزعوها، وهيدي ما بقى غافلة على حدا من اللبنانيين. اوكي انتزعت، خلينا نقول نزعوها يعني، وفي ناس اكيد يعني جايين من غير مطرح لا يركبوا على ظهره أكيد. تخيلوا أنه كانت مثلا هذه المنظومة وهذه الأحزاب الحاكمة قاعدة ببيتها عم تطلع عشي حلو اسمه ثورة، عم بيقولوا كلهم يعني كلهم هالشي الجميل العظيم، ويقعدوا هيك يتطلعوا يقولوا انتهينا. أكيد لا، رحت لغير مطرح بس رح وصلكن على الفكرة اللي بدي أقولها. أكيد ما رح يقعدوا يقولوا أنه يا الله انتهينا وشو شو بدنا نعمل، ندبه قومي يا مرتي دب غراض الأولاد لنهاجر. أكيد لا، هيدول جماعة يعني رايبوا يعني رايبينه لإبليس، فعملوا كل اللي بيقدروا عليه، ركبوا موجة، طلعوا من موجة، اتهامات سفرات بالعمالة، بس انه طبعا اتهامات كبيرة مش اللي صار مش قد اللي حكيوا عنه يعني. وطبعا المناقيش والاكل والشرب وانه هيدا العالم الغربي جاب مصاري بالسلة، يعني مثل ما بيكتبوا لنا بعض الناس على تويتر انه انتو شو عبالكن سفرات، السفرات منا كرم على درب كمان يعني. بجوز هلأ في بعض اللي المجموعات يعني عندها بس شوية مصاري يعني، بس انه ما قدرت تعمل شيء لا، ولا حتى الناس متقبلين انها ثورة، وهذا شيء منيح لانه الاشياء بتغرب الحالة بسهولة والناس منا غبية ابدا، وهذا شيء عظيم. فقدروا نزعوها اوكي وكملت الاشياء. واليوم حتى نبض الناس كمان قدروا قتلوا دمروا بكل شيء صار فينا يعني، حتى حس الثورة اذا بدكم طفيو. هلأ ناس بيقولوا لك طفيو الى الابد، ناس بيقولوا لك رح يرجع يولع. انا بقول إذا بدهم يعني يلغوا الانتخابات رح هن يرجعوا يولعوه مثل ما دايما بيولعوه وما بيعودوا قادرين يتحكموا فيه، مثل ما صار ب17 تشرين كمان هن اللي ولعوه بالأول وما عادوا قدروا سيطروا عليه. بجوز يعملوها مرة تانية يعني، نزلوا كم واحد من عندهم يقولوا ما بدنا ناكل بجعنا ومدري شو، مع شوية زعراناتهم بيقولوا التغت الانتخابات بسبب أوضاع الأمنية غير مستقرة. بجوز بيعملوها، أو بيصيروا مثل ما عم نشوف هلأ كل يوم محللين، جماعة ستاتستيك كله
يعني إذاعات تلفزيونات حتى أنا أوقات بقولها بس أنا مش عن مش شراء يعني في يمكن بعض بيمونوا عليهم بس أنه أنا عم بتاخد كمان بهيدا الخبر ألا وهو أنه رح يرجعوا يجوا هن ذاتهم. إذا بتلاحظوا كل حدا بيطلع انه اذا كان محلل اذا كان دبلوماسي سابق اذا كان اي حدا بيسألوا شو رأيك هل رح تفرز هذه الانتخابات وجوه جديدة. هلأ لا شك بين هلالين الوجوه الجديدة يمكن بتخوف بعض الناس ويمكن بعد ما قدرت تطلع وتفرجي حالة مزبوط ويمكن نحن شعب بحب يعني القديم السيء ولا يتعرف على جديد منيح. يمكن في نحن من كل شيء عنا من كل شيء انه خلينا يا زلمة على الحزب تبعنا او على المجموعة تبعنا هوديك مدري شو بدهم يعملوا لنا. ولك شو مدري شو بدهم يعملوا لنا اكثر ما عملوا لنا هوديك شو بدهم يعملوا لنا. عرفت انه ما بدنا نعطي فرص لحدا مع انه الحياة عموما بتعطي فرق واحدة. هاولي قلنا عشرات السنين عم نعطيهم فرص بعدنا مستعدين نعطيهم فرص من تحت جهنم يعني جوا تحت بقاع جهنم. يعني تخيل هن قاعدين فوق بلا تشبيه يا ربي ما رح يكونوا بالجنة بحياتهم بس اعتبر انه هن فوق بالجنة عم بيمدولنا لتحت لانه طبعا ما بينزلوا هن فخامتهم عم بيمدولنا هيك شيء ويقولولنا حطولي صوتكم بهالسلة اخدها معي على الجنة وانت هيدا هو اللي منزلك على جهنم. يعني انتبهوا مش عم بحكي عن شخص واحد عن المجموعة بتحط له اسمه. طيب في واحد فوق بالنص لا ازينة ولا مش ازينة بيقول لك طيب هاي قبل ما تحط صوته اللي نزلك لتحت فيك تجربني. تطلع فيه هيك انت ما عجبني يا خي لك جربه. طيب ما بيجربه ما بده يجربه. طيب انه معقول كثير عندي تخيلات اليوم بس ما بده يجربوا. يعني في عنا هيدا anyway الهدف من فكرتي اسأل اذا المشكلة انه اذا هدول جماعة التحليل وجماعة الاستاتيستيك اللي عم بيقولوه بعض من بعض منهم خلينا نقول اذا اللي عم بيقولوه مزبوط كارثة لأنه بيقولوا لك بناء على 2018 يعني ما بعرف إذا نحن بانتخابات جديدة يما كل شيء مبني على 2018 دايما بيستندوا لإحصاءات 2018 أو لنتائج انتخابات 2018 لا يقولوا لك أنه ما رح يتغير شيء أنه بجوز يفتلوا على البرلمان فلتت شوت 3-4 وجوه جديدة 5-7 اللي هني وبيبقوا البقية هن ذاتهم. هل بانيين على استاتيستيك عن جد عم ينعمل مع الناس بانيين على رأيهم الشخصي بانيين على نتائج 2018 بانيين على شو؟ يعني هل أنا فيني كمواطنة هلأ أحلم أنه هاو الناس اللي هلأ اللي بيحكوني واللي بيسمعوني واللي بيسمع نبضهم كل الوقت واللي مضينا كل هالسنين الصعبة سوا فيني مثلا أنا أكون مرتاحة أو مطمنة إنه هيدولي لو قالوا لأحزابهم أو اللي بيمونوا عليهم أو جارهم أو قرايبهم إنه إيه أكيد أنا معك بنتخبك لما يوقف ورا البرداية يتذكر كل الزل اللي عيشونا إياه. هلأ في حدا منكم رح يقول لي مجنونة ما بيعملوها
فاللي عم بيقول لي إلى متى، واللي عم بيقولوا لي بيسألوا كتير أسئلة لها علاقة بهالموضوع، إلى أن لما نوقف ورا البرداية، عفوا، نعمل عن جد أنا عيتنا، ما بقى نكون مننتمي بالمطلق لأي حدا. إيه. إذا ما عملنا هيدي خلاص، يعني إنه خلاص ما بقى حدا يسأل لوين وكيف، وتنقوا على تانكة البنزين وتنقوا على جارة الغاز ومدري شو، خلاص ليكو كيف بصير غسل دماغ. ما أنا بعتت لي مش لقلك، يعني ما أنا للمجتمع، وأنا منه كمان لأنه أنا بستعملها هيدي لما أسمع كتير، ولما يعني أتأثر كتير باللي عم بسمعه وبقريه، بصير كل المجتمع يردد ذات الجملة وبصير حقيقة. بعتت لي يا ريما للأسف كلهم رجعين هن زيتهم. ها شفتي أنت بيني أنا عشو عم تقوليها؟ لا لا جاوبيني بس لحتى نوصل لشي. بيني أنا عشو عم تقوليها؟ بني أنا علي عم تسمعي. أنت شو عارفك شو عندك شركة ستاتستيكي ما قاعدة عم تلفني للعالم قالوا حياتك مين بدك تنتخل؟ أو بني أنا على شو؟ شفتي كيف بيقدروا، كيف ركبوا الثورة، كيف قسموا الثورة؟ إيه هلأ عم يغسلوا دماغ الناس، وبالتالي الناس عندها ميل أن تحب القوي. يعني خلينا مع الحزب فلاني قوي، ليلة يعني نوقف مع مجموعات ناس منا قوية، أو يعني برق إنه نخسر هداك عزيز، هداك عم بيقدم له الطحنة، يعني هو ولا مرة بهالعمر ساعده بشي. يعني هلأ في ناس لما يكونوا عم بيسمعوا هالغنية، أو لما نقلن أو لما نقلن صوروا بيقولوا لك سرنا وما طلع من أمرنا شي. طبعا سامعين هالكلمة كتير وأنا بسمعها كتير. أوكي ما تصور، أوكي ما تصور، بس هاي دي الورقة من هالنوم الطويل صعبة، يعني برج صعبة، معك حق. بعتلي إنه صعبة، والله مش صعبة. الثورة بتقدر تتجدد بأصواتنا. ايه هلا فتحت المسج تبعك. الثورة بتقدر تتجدد بأصواتنا ان شاء الله هالمشهد يتحقق. ايه انه يعني هلا اذا صارت، يعني في واحد انه يقول انه عندي هيدا الحل او هيدا الامكانية، بعدين خلص شو بدك تعمل؟ يعني نطلع عليهم بالدبابات؟ يعني شو بدنا ما في شيء، ما يعني خلص بيكونوا خلص خلصوا كل الاحتمالات الممكن. ماكسيموم نصير نسب لهم على تويتر مثل ما عم نعمل هلا. قد ما واحد حب الحدا، هم ابنك قد بتحب ابنك، وانا بحب حدا وكلنا بنحب حدا. يعني في ناس يبقى يعني ربينا محبتهم انه منحبهم، بيبقى عنا منكبر بيكبر مخنا، بيرجع بيصير عنا مآخذ عليهم. نحن منا شعب ما بيفكر، اذا ما فكرنا وغيرنا رأينا فيهم بمطارح بمواقف يعني مصيبة. بس رح روح معكم بالعاطفة كمان، أو مع الآخرين يعني اللي رايحين بالعاطفة أوقات، لأنه كمان صار حديث أنا وشخص بالعاطفة ذاك اليوم. أنا كمان عندي عاطفة، وأنا كمان يعني ما كان سهل أوقات أنه واحد يطلع من عاطفته ويقول أنه لا هون في غلط. يعني إذا واحد ابنه لي من روحه ودمه ولحمه غلط، يا عمي ما بيقصصه، ما بيقصصه ليتعلم مشان مرة تانية ما يعمل زيت الأغلاط؟ كيف يعني؟ ها
هيدول جماعة ما تقاصصوا بحياتهم، مش انت هيك ضلن يعملوا كل شيء وبعدهم لليوم لاحظوا يعني طريقة تعاطيهم مع ناسهم مع ناسهم لك يا عمي مع ناسهم مش مع أعدائهم بفوقية، بأنه أنتو يعني مجرد أرقام بيقولوا أنا بكبلك هون 2000 صوت بكبلك، وبيقولوا بعد كتير أشياء. نحكي للتواصل مع يا ريما فيسبوك تويتر إنستغرام ريما جيم واتساب 7111112 7111112. صباح الخير وحييكم من جديد. ايه حضرت كليب نانسي عجرم كتير حلو والغنية كتير حلوة وحبيت اكيد فهذا المسج لازم دايما نبعته. بعرف مش كل الناس ظروفها بتقدر، بس لما بتوصل لمرحلة الضرب كل شيء كل شيء بضل احسن من البقاء مع المعنف اللي ما بيعنف ولا مرة مرة واحدة. لو قد ما بكي وكذب وقال آخر مرة وكل هالسيناريو السخيف اللي بتصدقه للأسف بعض النساء يمكن بتكون بحاجة لتصدقه كرمال تضل عايشة بنوع من الأمان الكذاب اللي للأسف بعيشونا إياه من أول ما بنخلق، إنه لازم يكون في هيدا الشيء اللي بيعطينا الأمان. كرمال هيك أغلب الوقت نتكل على هيدا ما يسمونه النصف الآخر يعطينا الأمان، وأغلب الوقت الأمان ما بيكون عاطفي بيكون مادي. فمشان هيك لما بنسمع قصص النساء اللي عندها أمان مادي بيكون عندها القدرة أنها تتحرر من هيدا الطباع المجنونة، من هيدا الطباع العنفية، فبتحمل حالها وبتفل. بس لا، كمان لما كون أوقات في ستات بيروحوا على اللا مطرح على اللا مكان بيهربوا وبياخدوا هالموقف، وفي ستات وفي كتار منهم خبريني قصصهم على مدى هالسنين، وفي منهم بعرفهم بالشخصي عندهم الأمان المادي وعندهم المركز وعندهم القدرة أنهم يفلوا، بس ما بيفلوا لأكثر من سبب يعني، وبيعتادوا على هالشي وبيصير من ضمن حياتهم. يعني كل واحد عنده سبب، بس دايما دايما الأكترية مبلا الأمان المادي. صباح الخير علي، هيدي بعت لي اياها على 9 بس انه اتس اوكي. صباح الخير مروم على البسطة الضناوي، البسطة الضناوي مخزقين البانويات تاع مخزومة والقوات. وينه نحنا فينا نحقق العدالة؟ وين مخزقينها؟ شو مبين علي؟ اوكي، يعني هكذا يختلفون جميعا على البسطة. لسه شو تروحي تعملي يعني؟ تيار المستقبل مهدد يحرق مراكز الاقتراع. يا لطيف ليه؟ عفوا، انا امبارح يعني هاليومين ما كنت قادره اتابع كتير اخبار انه هدد بالعلن، يما انت عم بتسرب لي خبريه. ما تابعت هيك شيء، ما بيعملها هيدا تيار الاعتدال، ما بيعملها. يلي شوفي بالفيديو قبل ما يخلص البرنامج ليفتح هالفيديو. نبيلة اوكي، ما تقولي اوكي. طيب ما راح منيح المقريطه. اوكي اوكي، لازم اقريها كلها تحت الهواء لانه ما راح يفهموا الناس عندي انه عن شو عم تحكي. اوكي، بس ريما كمان هن بيقدروا يزوروا الانتخابات. جوزيف ما في انتخابات،
بتبعتوا لي هيك بتكون عم تسوقوا او شيء ما فيكن ترجموا لي هيك اكتر. سمعت بالليل واحد مشو نسيت اسمه بس اي الاسمه بالفويس نوت ما بعرف اذا وصل لعندكن. اصلا فويس نوت يعني كله 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 مثبت مثبت يعني مقرفة عم بيتداولوا على الواتساب مسجل حاله عم بيحكي مع موظف البنك ما بعرف اذا وصلكن. عم بدق لموظف كتير مهذب ما خصه هو شو خصه يعني اكيد تدهورت حالته المادية مثل ما تدهورت حالتنا ونسرق مثل ما انسرقنا وعايش يعني عم عاش ما بعرف قدي صار معاشيتهم يعني ما خبر شي اكيد. anyway ياريت بعرف اسمه كتير كان عبالي شهر فيه ياريت ذكرى اسمه عبالي شهر فيه وين ما كان يعني لانه ولا اقرف من هيك عم بيمارس البطولة على موظف بالبنك عم بيرد على التليفون يعني مش انه موظف بموقع القرار بيرد عليه انه تاري مش ردد قبل يعني انه يبدو دقيق على البنك بتبلش هيك الاتصال مش دقيق قبل قال له انه دقيت قبل ما رديته قال له بعتذر بركي كان في عجقة شي هيك بكل هدوء وتهذيب وبلش فيه وانت شو عم تعمل وليش اسمه هاتلاين وليه ما بتردوا علينا وانتو مين وقالك سنتين سرقنا قال له هو هذا الموظف سنتين سرقه وانا رحت على السوبر ماركت لأدفع وطلبوا مني نص كاش وانا فلان فلان يا الله نسيت اسمه معي مليون دولار بالبنوكة وعم تسرقوني ومنين بدي ادفع ما بدي ادفع معك ساعة احسن ما فوت اعمل وسوي بالبنك يعني اشياء قذرة جنسية طبعا ذكورية طبعا احسن ما فوت اعمل واعمل 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 بالجميع بدي هلأ قال هلأ هيك للموظف الاتصال يعني للسنترال اتحول لي انا مدير البنك صاحبي بس ما بدي ازعل انا وياه ما بدي دقله جنة العالم يعني جنة عقزارة ما بدي دقله انت بدك تحول لي هلأ المصريات تبعي كاش ايه هيك زلمه مخه معكوف كل تفضلوا بقى ايمن خالد رستم هيدا هو برافو عليك هتوصل لك الواتساب والشاب بيقول له يا حرام يقول له مش عم بفهم عليك يعني يا ريت تحكيني بطريقه اقدر ويرجع يسب له ايه مزبوط انت اللي بعت لي الاسم مش مزبوط مش معي حق ما بينسمع للاخير لانه يعني حقير يعني مزعج ايه فش خلقه بالموظف لانه مدير الفرع صاحبه وما حاطت مصرياته عن اي شي ما فهمنا شي عليه لانه كل الوقت مثبت يعني مش مفهم حديثه وهو عم بيتباهى بأهدائه الذكورية لأنه ما حدا عنده إياهن غيره يعني سيئبت بسينات على الطريق عندهن إياهن ما حدا عنده إياهن ضر يكررهن كل الوقت على الاتصال لأنه عم بيسجل لأنه الهدف بالآخر أنه يعمل فورورد للمسج يفرجي بطولاته للمجتمع. منيح التعليق يروح عن صاحبه اللي كانوا غدوات وعشوات وقت الفوايد منيحة وقت كان ياخد قروض. ايه في سؤال كمان مزبوط قال ليش المستمعين يأسنين انه كله عم بيقول ما في انتخابات او عم بيقول انه شي هن زيتون هيدا مبدئيا انه الجو بالبلد
يعني هيدا مش الجو بالبلد، هيدا اللي عم بيبعثوا لنا اياه، ونحن نمتص يعني اللي بيبعثوا لنا اياه من اكثر من مرجع، من ويب سايتات، من اخبار، من مقالات، من تلفزيونات، من اكثر من يعني مصدر. إليكم هذا الخبر، بغيركم نفسيتكم. بركي انخفاض سعر صفيحة البنزين 451 و461 مكتوبة علينا، مكتوب محفورة فينا، هون نبقى ونبقى نزعجهم كلاما وفعلا. ضلوا بخير. Rima and James Show with Rima and James. Weekdays on Salt Red, starting at 8 a.m.